نعم. مين؟ سعاد؟ ليش عم تحكي؟ منين عم تحكي؟ منين يعني؟ من حلب. خير في شيء؟ شو بده يكون في يعني؟ اشتقت لك وحبيت اطمن عليك. ايه وانا كمان حبيبتي اشتقت لك. بس دخيلك عجلي بالمكالمة قبل ما تجي مرتي. ليش انا شو؟ انا مالي مرتك؟ ما لي حق عليك؟ امبارح روحي بلا. بس يا سعاد. بس يا سعيد انت بتعرف ظرفي يعني، هو الانسان لازم يساير الظرف. سعيد من حلب. سلم لي عليك. بتسلم عليكي أبابي. بتسلم عليك مرتي هند. الله يسلمك ويسلمها. ايه سيد عصام، هلا نحن لامتى بدنا نضل هيك؟ قربت تفرج، قربت. المشكلة انها دائرة شوي. ايه دائرة على الكل مو بس علينا. اخي سعيد اخوك ما لكن اسمع عصام، معك 3 اشهر لحتى تعلن زواجنا، واذا ما اعلنتوا انا رح اتصرف. لا شو 3 شهور؟ قليل كتير، الظروف ما بتسمح يا سعيد. على كل حال بس تجي على حلب نحكي بالموضوع. يلا تصبح على خير. وانت من اهله، الله معك. خير شو بسعيد؟ ما في شي روحي، عم نحكي عن الحسابات. على شو عم تتفرجي؟ فيلم عربي. شو اسمه؟ اسمه الزوجة الثانية. وحلو دخلة؟ كتير حلو. دخيلهم هنن وهالأفلام المعدة. أوف، وليش معدة بقى؟ لأنه هالمواضيع صارت قديمة ومنسقة. يعني مين عاد تجوز على مرته بهالأيام؟ مين؟ قليلي. ليش قلت رجالي بيعملوها؟ بيني وبينك رجال مالهم أمان. معك حق، وببصم لك بالعشرة، بس مو كل رجال يا هند. أبدا مو كلهم، لا تعممي أرجوكي. بعدين الجواز من مرة تانية بده رجال يحمل عن حقه حقيق، لأنه قرار الجواز تاني مرة مو سهل أبدا، والله أهم من القرار السياسي. ومعلومك القرار السياسي بيأثر على الشعب كله، أما القرار تبع الجواز بيأثر على الإنسان نفسه أيا كان. إلا كان خيي ما تبله الإيدين. خرج جوزة. ليش شو صار؟ لما دريت مرته انه متجوز عليها سلخته كيف مثل فراق الوالدين. سلخته كيف؟ ايه لسه بده تحط له سم بقلب الاكل. سم بالاكل؟ وشو عرفك انت؟ لك شلون شو عرفني؟ شايفته 5 مرات بس ما كنت اشبع منه. دخيلك انت والافلام. الو اهلين. الحمد لله. ايه بعده هون لحظه. مين؟ قوم سعيد. مين سعيد؟ لك سعيد من حلب، قبل شوي كنت عم تحكي معه، شو نسيته؟ ايوه بتعرف. ايه الو سعيد، كيفك استاذ عصام؟ شلون احوالك؟ يا سيدي الله يخليك. اسمع استاذ عصام، انا اليوم مريت على زبون حارة الكلاسي وقال شو ما بيقدر يرصد الحساب قبل 3 شهور. لا شو 3 شهور؟ كثير هيك. عم يقول ظرفه ما بيسمح. بلا ظروف بلا بطيخ بسمير. وينك؟ على كل حال احكي معي على المحل بكره، مالي فاضي هلا، عم تابع الفيلم. اي الله معك، وانت من اهله، مع السلامه. شو بك عصام؟ حيرته للزلمة؟ مرة بتقول له 3 اشهر كثير، ومرة بتقول له 3 اشهر قليل، مرة بتقول له خلينا نراعي الظروف، ومرة بتقول له بلا ظروف بلا بطيخ. ايه والله خيلته حبيبتي، لأنه كل مرة كنا عم نحكي عن زبون شكل. ايه ستي شو صار بالفيلم؟ سممته يا ترى؟ ايه من زمان حطت له سم بالشوربة وما هلا وقت الدعايات. ايه حبيبي شو بدك تتغدى بكرة؟ اي شيء مو مشكلة. اعمل لك شوربة عدس؟ لا ما بدي شوربة. شوربة قال اوعك. ها اوف، وليش بقى هيك؟ شو ليش يعني؟ بقصد معدتي فارطة، ماشي شوي ما بتواتيني الشوربة. لكن شو اطبخ لك؟ ما في داعي تطبخي حبيبتي. لا تطبخي شي، انا بجيب معي اكل من السوق اضمن.
قصدي احسن الواحد ما يتوسوس. بالعكس لا تتوسوس ولا على بالك، طالما فارطه معدتك معناها اكل البيت اضمن، على القليله بتعرف شو حاطين بالاكل. اه ليش يا شو بدك تحطي بالاكل؟ بنجودو عم بيقولوا انه سوق الاردن صاير قوي كتير. مين قال هالحكي؟ ايمن اللي عنده محل جمله براس السوق. بقى شو رايك؟ بشو؟ انه نفتح خط جديد مع الاردن؟ والله انا ما عندي مانع، بس هالشغله بدها سفره لهنيك مشان ندرس السوق على ارض الواقع. هو بيني وبينك عم فكر اعمل لي مشوار لهنيك الاسبوع الجاي. وليش لحتى تسافر انت؟ ليش ما بسافر انا؟ لا عمي ما حذرت، انت مالك امان. لا يا تحسين، شو هالنغمة هاي؟ شو ما في ثقة بيناتنا؟ لا يروح فكرك لبعيد، أنا بقصد شي تاني. شو بتقصد بقى؟ يلي بقصده أنه لما فتحنا خط جديد محله وبعتناك ترتب الشغل هنيك، رحت حضرتك جوزت واحدة حلبية، ومو بعيدة هلا لما نبعتك على الأردن تطرق لك جوازة ثالثة. بس وينك عصام؟ طالما صايرة وصايرة، شو رأيك تتجوز لك واحدة من حمص؟ بصير عندك محطة بين الشام وحلب. لك وطي صوتك، لا يقوم حدا يسمعك. ما حدا رح يسمعنا. قلي لشوف شلونك مع مرتك الجديدة؟ ما انتو بيقلع على هالنهار. لك شو صار لك اليوم تحسين؟ رح تخليني اندم لاني حكيت لك؟ لا لا تربحني جميني انه حكيت لي. يا سيدي ما حكيت لي، انا افرتك. العاب 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 خلصني. عابي وهي جهار وهي السويت. تفضل. أنا ما قلت لك لا تعملي شوربة. إيه حبيبي، إذا ما بدك شوربة كل في أكلة تانية. لا لا مو هذا القصد، ولو بسترجي بسترجي ما دوق طبخك. سكبيلي شوية شوربة. عصام حيرتني. إيش بدي أعمل يا هند؟ هفت نفسي على الشوربة، بعدين الأكل بشهي وبيفتح النفس. ومعدتك؟ منيحة معدتي، ولا يهمك، مثل الحديد. عصام بتعرف وين كنت اليوم؟ لا والله، وين كنتي؟ كنت عند بنت خالتي شفيقة. ولا تاري لك هالسهيان جوزة متجوز عليها؟ متجوز عليها؟ شو هالحكي؟ يخرب بيته شو طلع قليل أصل. لقوا أدمان وحربوه وخبيث، صار له سنة متجوز عليها بالسر وما حدا حاسس عليه. العمى بقلبه، العمى شو إنه نمس، العمى ما أخبسه. لك شو هالناس هاي؟ شو هالناس الإرادة؟ ودخلك شلون عرفت شفيقة؟ حست عليه شفيقة مانا قليل منوب. ما اختلفنا، بس شلون حسيت؟ عصام لا تقلي، المرأة البدليلة، يعني قد ما حاول الرجال يلعبي ديله إلا ما ينكشف أمره بالنهاية. طبعا هذا مؤكد، مثل كل جريمة لابد ما تنكشف بالنهاية ويلتقط القاتل. بس ما قلتي لي هند، شلون حست شفيقة إنه جوزها متجوز عليها؟ ها بالأول صارت تشك بتصرفاته. مثل شو؟ يعني صار يرد على التليفونات كتير، ولما هي ترد يسكروا بوشها، ولما هو يرد يحكوا. شوفي الغلاصة شوفي. ايه وبعدين؟ بعدين صار يهندس حاله كتير، يعني صار يتطقم ويسبسل شعراته ويبخبخ هالعطر على الطالعة والنازلة، ويغني على المراية هو عم بيحلق، مع انه جوزة وشه ناشف لا بيغني ولا بيحكي. والإضافة لهالشي ما عاد حب القعدة بالبيت، وصار يجيب له هدايا لمرته على الطالعة والنازلة، شي بطعمة وبلا طعمة، شي بمناسبة وبلا مناسبة. والورد ما عاد فارق البيت، ويا من تراه فايت بشقفة زريعة أو طالع بباقة جاردينيا. ايه وبعدين؟ المهم ضلت وراه ضلت وراه لحتى لقطته، لقط اليد وشوف العين هو ومرته الجديدة. وين لقطته؟ ليش لقطته يعني؟ شو عملت؟ شو عملت؟ ولولت عليه ولولي، لمت عليه الجيران، عملت له فضيحه الى اول ما لقاها. طبعا خرجوا خرجوا الله لقيمه، برافو عليها، ما قفلت اجدا هالمفيئه. ما قصرت ابدا هالشفيئه. ليش ما حاطه مي على الصفره حبيبتي؟ تكرم عينك حبيبي. يلا يجب عدم المبالغة
في اللبس والهندام وبخ الكلونيا. يجب عدم المبالغة في تقديم الزهور والهدايا دون مناسبة. يجب الانتباه لموضوع التليفون. ألو، مرحبا حبيبتي سعاد. أهلين عصام. عيني اسمعيني منيح، الله يرضى عليكي، بدي أقول لك شغلة ولازم تنفذيها من اليوم ورايح. لا بقى ترني التليفون وتسكري بوش مرتي على الإطلاق، الله يخليكي، فهمتي؟ لكن شو أعمل؟ اسأل عنك يعني؟ لك لا، شو تسألي عني أنت التانية؟ كل ما هنالك إنه ما بدي يصير فيني مثل شفيقة. مين هي شفيقة؟ بنت خالة مرتي، السهيان جوزها متجوز عليها بالسر ونلقط بالجرم المشهود وانفضح فضيحة مطنطنة. يا سيدي بتصير بأحسن العائلات، أنت ليش زعلان؟ لك روح قبال ما تلتقط أنت التاني. هلأ ما قلت لي وقت اللي بدي أطلبك شو أعمل؟ محلولة روحي محلولة، ولا يهمك. اسمعي، أنا رح أشتري موبايل موبايل خليوي يعني، سمعاني؟ ورح خليه بجيبتي على طول بحيث إمتى ما رنيتي رح رد أنا ضغري. عم تستوعبي مني سعاد؟ عظيم عظيم جدا، كتير حلو، الله معك، مع السلامة حبيبتي. نعم طبعا بحبك، ليش اتجوزتك لك؟ ليك والتاني. ايه الله معك، مع السلامة. مبروك حبيبي. الله يبارك فيك يا رب. شايفة ما أحلى؟ شايفة شو نعوم وكربوج؟ هو صحيح صغير بس فعله كبير كتير. ها بس انت ما قلت لي انك رح تشتري خليوي، امتى اجت ببالك هالفكرة؟ بصراحة غرت من هالناس الفصاعين الصغار وولاد المسؤولين، كل واحد شاكل خليوي على خصره شكل. بعدين لقيته بيلزمني بشغلي حبيبتي، والأهم من هذا وذلك أنا رأي جاي على حلب مثل ما بتعرفي بخصوص الشغل طبعا، وأكيد بالك عم ينشغل علي مو هيك؟ ايه، وخصوصي لما بتكون مسافر، أنا كتير بخاف من طريق حلب. شفتي شلون؟ فقلت لحالي يا ولد خطي مرتك، حرام اشتري لها خليوي وتصب المصاري. الله طعمك أنت، الله رازقك، الله واهبك، هيك صرت حاكي حالي يعني. بس من هلأ ورايح ما عاد ينشغل بالك علي أبدا، لأنه الخليوي رح يضل بجيبتي على طول وين ما رحت وحيث ما تفتلت، بحيث أنك إمتى ما رنيتي لي برد عليك دغري وشخصيا كمان. طيب وأنا إمتى رح تشتري لي خليوي؟ آه مبلا لك، بس طولي بالك علي شوي تاني روحي، لأنه في إشاعة أنهم رح يرخصوا ويمكن يوزعوهم بالبلاش ويشتغلوا بنظام البطاقة، هيك سمعان. يلا قولتك، ما في داعي للعجلة، على كل حال إذا لزمني بستعيره منك. وشلون بدك تستعيري بقى؟ يعني بركي إجاني مكالمات مهمة والخليوي كان معك. بسجلك ياهن حبيبي، لا تاكل هم. قديش في عنا جمعيات هالخميس أخي تحسين؟ حوالي 60,000. وفي سيولة بالدرج؟ ايه في، لا تاكل هلا. يعطيكم العافية. اهلين مدام، الله يعافيكي. هذا انت؟ اهلين وسهلين ومرحبتين. شو عم تعملي هون؟ كنت عم بفتل بالسوق، قلت لحالي بمرق شوي لعندك. يا اهلا وسهلا، تفضلي مدام، تفضلي ارتاحي. لا معلشي، بيان لي فتلة صغيرة، بروح بعملها وبرجع. ماشي عصام؟ ماشي، خدي راحتك. لازمك مصاري شي؟ ايه والله تسلم لي عينك، بدي 10,000. ايه على عيوني وراسي، تسلمي. تفضلي. يسلموا هالايدين. ما ضيفناك شي مدام، تفضلي. معلش بس لارجع. الله معك. شو القصة عصام؟ انا قصة؟ هاي ثالث مرة بهالاسبوع مدامتك بتمر على المحل. ايه وشو يعني؟ سلامة عرفك، لما المرأة بتتكرر زياراتها لمحل شغل جوزها معناتها شاكة بشي. شو هالحكي، معقولة تشك بشي؟ طيب ليش لتشك؟ ما بعرف، سأل حالك. يعطيكم العافية. سعاد تفاجأت فيني مو هيك؟ أهلين وسهلين. أهلين مدام، أهلا وسهلا. شبك عصام؟ ليش هيك تاخدت؟
لا حبيبتي ما اتاخذت ولا شيء، الحمد لله على السلامه. يا اهلا وسهلا فيكي، بس ليش ما خبرتيني انك جاي؟ حبيت اعمل لك اياها مفاجاه. فعلا فاجأتيني من العظيم. اهلا وسهلا، تفضلي مدام، تفضلي ارتاحي. لا شو ارتاح؟ لا يا عبد، شو ما عليك يا عصام، ما بدك يعني ارتاح؟ ولك يا حبيبتي فهمي علي، مرتي هند هون بالسوق عم تتفتل وما بقى الا توصل. ايه يعني شو بتريد مني اني اعمل؟ يعني من رأيي انك تحملي حالك هلا وتروحي على الاوتيل، وهي تحسين بيوصلك وانا بحكي معك المساء. عجلي الله يخليك، لا ما يصي هلا بتوصل مرتي. شو يعني ما رح شوفك اليوم؟ لكن بلا رح تشوفيني، بس تيسري هلا. طيب ما بتكون ضيفوني قهوة؟ ولو تكرمي مدام. لا شو تكرمي مدام، ما في وقت للقهوة، لا طلعوا لي جناني. طلع وصلت المدام. أنا مدام؟ لو هنيك طلع ولي، هذا الحساب اللي كنت حاسبه. مدام هاي الألوان كلها عندك، شوفي اللون يلي بناسبك واختاري منه، ونحن تحت أمرك. يعطيك العافية. أهلين هنودة، الله يعافيكي، إن شاء الله توفقتي بالسوق حبيبتي. ماشي الحال. شوفي مدام، في عنا صفة ألوان جديدة كمان إذا بتحبي تشوفيها. لا ما بدي أشوف شيء، شايفتهم من هون أنا. يلا عصام، ما بدك تروح على البيت؟ لوين؟ ما بدك تروح على البيت؟ إيه بلا لك، ماشي معك فورا، ما أحلاني وقاعد هون، ما أحلاني. يلا بدك شيء تحسين؟ الله معك. السلام عليكم حبيبي. مع السلامة. أنا بالبيت ها. إن شاء الله. السلام عليك. الله يكون بعونك. بالبيت. مين هي السنكوحة اللي كانت مأنزعة عندك على الكرسي بالمحل؟ شايفة يخرب بيتها شو سنكوحة. ما اختلفنا، بس ليش لا تقعد عندك على الكرسي؟ شفتي على الغلاظة؟ يعني قديش شفت غلاظ بحياتي؟ كتير، بس أغلظ من هيك زبونة لسه ما شفته لعيني رأيت. يخرب بيتها ما أغلظها، لا ومن أول ما فاتت على المحل انصمدت وانجعصت على الكرسي. شو فاتحين نحنا؟ قهوة؟ كأنه فاتحين قهوة والله. إيه بس لازم تنبهوها، ما لازم تقعد على الكرسي مشان سمعت المحل. تخيل يعني تفوت زبونة تانية، شو بدها تقول؟ إيه طبعا لكان ملاحظتك بمحلها، برافو عليكي. اصلا انا عم فكر الغي الكراسي كلها من المحل، بتفوت زبونة بتشتري ويلا الله معها، مع السلامة. مو فاتحين مضافة خريوش نحنا؟ ايه احسن بلا الكراسي. بلا الكراسي وانت اللي قلتي، بكرة بدي احطهم كلهم على سقيفة. تفضلي حبيبتي تفضلي. ايه مدام سعاد، وين بتحبي وصلك؟ على اقرب اوتيل، تعبانة كتير، انا كتير تعبانة وبدي ارتاح. تكرم عينك، تفضلي. شوف لك شبك عم تتلفت حواليك مثل اللي عامل له شي عامله. لا ما في شي حبيبتي، بس عم شوف اذا حدا من القاعدين بيعرفني. لا ايو، واذا في حدا بيعرفك يعني شو فيها؟ لا هو ما فيها شي، بس بخاف تتفسر قعدتي انا وياكي تفسير غلط. لا حول ولا قوه الا بالله، يعني لو عرفان انك رح تتضايق وتتكهرب من جيتي كل هالقد ما كنت اجيت من حلب بنوب. لا حبيبتي لا، انا مالي متكهرب، بالعكس انا مبسوط كتير من جيتك، بس يعني المفروض كنت تخبريني قبل بسلف، يعني هيك لحتى رتب اموري. ايه ما صار شي، رتبها هلا، هي انا عادت لك بالشام كم يوم. ماشي الحال، اصبح حليله هي قضيه انت هون بالاوتيل، ومن بكره على بكره رح دورك على شقه فاضيه، بتضل الشقه اريح واستر، يعني هيك منكنكن على بعضنا ومنشعر بالامان اكثر. طيب يا اخي ليش متلبك انت؟ استاجر لك شقه يومين زمان وصلى الله بارك، يعني محسومه المساله. هلا هذا اللي طلع معك؟ ليش انت ما بتعرف شو وضع هالشقه يلي عم تتاجر باليوم واليومين؟ هو معك حق، معظم الشقق اللي عم تحكي عنها مشبوهه، بس ما في قدامك غير حل واحد. اسعفني فيه دخيلك، شو الحل بقى؟ لازم تستعير شقه من حدا بتعرفه. عال، بس مين هذا الحدا يلي عنده شقه للعيره وبعرفه؟ موجود. مين هو؟ ايمن. مين ايمن؟ ايمن اللي عنده محل براس السوق، عنده شقه فاضيه، ومين منزلة من اصحاب السوق بعيره المفتاح. بس انا علاقتي فيه سطحيه كتير. ولا يهمك انت، انا بمون عليه بس باجرتها طبعا، انا ما بحب التعليقه. والله يا عصام ما بظن ايمن ياخذ منها. لا يا حبيبي لا، انا ما بحب ارمي سئلتي على حدا منوب، بتروح لعنده وبتفهمه ياخذ اجره. ماشي الحال، هلا امشي لنشوف شو الله بيخلق معنا. امشي لنشوف. الله يسامحك يا استاذ عصام، ولك انا سئله هي، انت بتمون على هالرقبه والبيت بيتك. الله يخلينا اياك يا سيد ايمن، بس ما علي شيء، الصحبه لحال
وإجرة الشقة لحال. لك حاجة تحكي بالإجرة بقى؟ والله خجلتني. فهم لي شريكك سيد تحسين، فهم لي يا يلفها بقى وحاجة يرمينا بحجاره. معلش يسا دايما، عصام هيك طبعه، سايره الله يرضى عليك هو بيكون رضيان. لا عمي، ما حذرت، انتوا اللي خدوني على قد عقلي. ولك يفضح حريشكم، نحن اولاد سوق، اولاد مصلحه واحده، ولسه بتحكوا باجره الشقه؟ إيه علي ما علي، اذا بدك هلا بطوب لك اياها. قوم لقلك، قوم معي سيد عصام، قوم. لو بدي قوم؟ قوم معي على الطاوله ورجيك انه انا قد الكلمه اللي عم بحكيها. شرف معي يا سيدي، انت قد وقدود. شرف ارتاح سيد ايمن، شرف. الله يسلم الشقه لاصحابك. ويا سيدي نحن ما راح نخجلك، ما راح نخجلك عصام. هيك بدي اياك. شرف سيدي. وهي مفتاح الشقه يا سيدي. شكرا كثير، وثق تماما انه كل شيء بالشقه راح يضل على ما هو، ما راح نكركب شيء ابدا. ولك حبيبي البيت بيتك، كسر طبش كركب اعمل اللي بدك اياه، حدا عم يقول لك شيء؟ البيت بيتك ولو، شو عم تحكي انت؟ ايه حبيبتي امسكي لالي، هي مفتاح الشقه وهي العنوان، ما بضيع حدا، سبقيني انت لهنيك وبعد ساعتين انا بلحقك. اي سام بس ما تاخر علي، بدي خلي لحالها. ولو يا سعاد، ليش بسترجي تأخر حبيبتي؟ يلا الله يرضى عليكي، فوتي تضبي شنطتك يا عبين ما حاسب الاوتيل انا. يلا فوتي. وكيف هيك فجأة طلعت معك الروحة على حلب؟ لا حبيبتي مو فجأة، انا من امبارح عم خطط للطلعة، بس ما صار مجال لخبرك. وامتى ناوي تمشي؟ هلا بعد ساعة. طيب إذا بدك تروح بسيارتك بروح معك، بسلك على الطريق. لا لا لا، ايش السيارة؟ شو قليلة السواقة من هون لحلب؟ بطلع بالبولمان أريح. طيب والسيارة؟ حطها بالكراج. ليش تحطها بالكراج؟ بركي لزمتني. أوكي أوكي حبيبتي، إذا خلي السيارة معك وأنا باخد تاكسي على الكراج. ولشو التاكسي؟ أنا بوصلك على الكراج وبرجع. لا لا حبيبتي، شو الحكي هاد؟ يعني ليش أتعزي حالي؟ بعدين السواقة لبكي عليكي جنب الكراجات، زحمة ومحمة وعجق ومجق. لا لا ما فيها لبكي، يلا قوم جهز حالك وضب أغراضك. ايه يلا يلا. اي يلا عصام خلصت؟ يلا يلا جاهز. شو هاد؟ ليش هيك عامل بحالك؟ شو عامل بحالي يعني؟ ليش هيك لابس؟ ليش شبه لبسي؟ ما تفرجت على حالك بالمراية؟ وليش لحتى اتفرج؟ لك يا حبيبي، القميص اللي لابسه مجعلك ومو مناسب للبنطلون. لك حتى شعراتك مو ممشطون. اي دخيلك انت التاني، شو رايح انا على حفلة كوكتيل؟ كل مشاويري يا عالسوق يا عالورشات. ولو كان، لازم تهتم بمظهرك اكتر من هيك. يلا فوت غير اوعيك. ليش كل هالقد منظري مكركب؟ ايه نعم طالع مثل العتالة. بس هيك منتأخر. خلص عصام هلا فوت غير اوعيك احسن ما تتأخر. ماشي ماشي. دخيلك. هيك ها؟ يا سلام عليكي ما أحلاكي. لك يا جماعة ما في أحلى من الجواز الثاني بالعالم.
مو احسن من الحرام لا سمح الله؟ بعدين شو هالاجواء؟ شو الاجواء الرومانسيه هي؟ من شان تريح اعصابك روحي، قوم هلا، قوم هيك اعمل لك دوش ولبس لك بيجاما. ليش لا؟ فكره معقوله. حاكم بعد هالشنطه طار، بدي حمام. وبالحمام رح دوش حالي، وبالحمام رح دوش حالي. وين الحمام؟ هون الحمام. ماشي. وبالحمام هيك قالت لي. ما صدقني. مين عم دق الباب؟ شو بيعرفني؟ قوم افتح. مرحبا. اهلا وسهلا. مرحبا. اهلا وسهلا. السيد ايمن موجود؟ لا والله يا حبيبي مو موجود. وينه؟ شو بعرفني وينه؟ بس هيك ما بيصير شيء. شو هذا اللي ما بيصير؟ صار لي 3 أشهر بدها تعرف هذا التليفون ولحد الان ما عم بجتمع فيه. يا سيدي الا ما تجتمعوا شي يوم. شبرا لحظه. شبرا يا اخ، ليش عم تسكر بالك بوشي؟ لك عفوا يا حبيبي، بتريد شي انت؟ اذا ما خاب ظني اخوه للسيد ايمن. اي نعم اخوه. اصبح بلا امر عليك، تفعل الفاتوره انت وبعدين حاسبه. طيب ماشي الحال. قديش الفاتورة؟ ألف وسبعمية ليرة. أوف، وليش كل هلال؟ شو بيعرفني؟ روح اسأل مؤسسة الهاتف. ماشي الحال، لحظة بس. مظبوط. يسلموا الايدين. تفضل. شكرا. لا تؤاخذنا على الازعاج. لا ولا يهمك. خاطرك عمي. مع السلامه يا اخي. العمى شو الناس هي؟ هلا وقت فاتوره التليفون هلا؟ هذا اللي كان ناقصني. ايه روحي. ليلي ليش حليانه كثير اليوم؟ منو هذه ترى؟ أبصر. مرحبا. أهلي. سيد أيمن موجود برا؟ لا والله مو موجود. شو القصة معكم؟ هاي كمان نجي نسأل عنه بقول مو موجود مو موجود. شو عم بشحد مصاريين؟ مش حادي أنا؟ والله عيب عليكم. شيء. طول بالك يا أخي، ليش عم تعيط؟ فهمني شو الموضوع؟ أخي الموضوع باختصار انه انا صار لي شهر مصلح له البراد لايمن افندي ولهلا ما اعطاني حسابي. طيب اوكي ما بدنا نسال عياته عصبيه. تكرم عينك، هلا بس يجي بقول له. لا عمي ما حذرت، يا بتدفعوا لي حسابي هلا يا اما بدي فوت موتور البراد اللي ركبته وامشي. بس ايمن مو هون. اصبح خد لي طريق حتى فوت فك الموتور وامشي. ها هيك لكان. هيك وسكتين هيك كمان. لك يا اخي شو عرفني انه انت مصلح البراد؟ شي؟ اسمعوا الحكي، اسمعوا كل الجيران بيعرفوا انه انا اللي ركبت له الموتور. دق لك عليهم باب حتى يشهدوا لك بهالشيء. لا 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 خليك مطلع. لك وقف يا حباب، وقف شوي، لا تدق على حدا. قديش حسابك انت؟ 1500 ليرة. طيب لحظة شوي. هي 1500 ليرة. معوضين. الله معك. عبا مصارينا صاروا صدق علينا. لك شو هالشغلة هاي؟ لسه واحد رايح واحد جاي. معلش حبيبي طول بالك. لا مو مسألة طول بالك، المسألة اني اشتقت لك كتير وبدي اقعد كن انا وياكي. الوقت عم يمر على حسابي الشخصي. لا وكل ما بمهد معك بيقاطعوني. ألو نعم. أهلين حبيبتي. الحمد لله تمام. إيه طبعاً طبعاً لساتني بالبولمان. وين صرنا؟
صرنا تقريبا قبل حمص بشوي. لا 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 ولا يهمك، هلا بعد شوي في استراحه. ايه مرتاح كثير. نعم عم تسمعي اصوات؟ ايه طبعا حبيبتي بدك تسمعي لانه شوفير مشغل المسجله. ايه لا ولا يهمك، كل شيء تمام ومن احسنه الله وكيلك. اهلين حبيبتي. ايه ما في مانع، الله معي، مع السلامه روحي. شو هاديه بدها تطمن عليك ساعه بساعه بس مباشر على الهواء؟ لك ايش بدنا نساوي، هيك النسوان. قال يعني انت مو نسوان. هلا انت جبت الخلياوي من شاني ولا من شانا؟ حبيبتي ما في داعي تتحسسي، شو صار يعني خربت الدنيا؟ خلينا بحالنا هلا. معك حق، بدون ما تتعكر قعدتنا. حط لك قطعه بيتي فور. اي والله حبيبتي، حطي لي كم قطعه على ذوقك. على عيني. تفضل. يسلم هديات. لا حول ولا قوه الا بالله على القصه. شو هذا كمان؟ هلا هيك رح نقضيها؟ افتح انا عنا. لا لا امسكي امسكي، انا بفتح. انا افتح عنا. مرحبا. اهلا وسهلا. انا اسف كثير للازعاج. لا لا معلش، تفضل امور. الاستاذ ايمن موجود؟ لا والله مو موجود. خير في شيء؟ انا ابو يمان رئيس لجنه البنايه. اهلا وسهلا، تشرفنا. الاستاذ ايمن موجود؟ لا والله مو موجود. خير يا اخي، في شيء كمان؟ حضرتك اخوه؟ لا والله ابن خالته. والنعم، بس انا حبيت بلغه انه باجتماع لجنه البنايه قررنا انه نقطع الكهرباء عن كل المتخلفين عن دفع الاشتراكات الشهريه. مو غلط تقطعوها، قرار حكيم كتير، واكيد ابن خالتي ايمن رح يوافقكم عليه. عال كتير، ونحن رح ننفذ هالاجراء اعتبارا من اليوم. ليش لا حبيبي، ليش لا، حقكم. لحتى المطيلسين عن الدفع يتحسوسوا ويزوقوا على دمهم ويدفعوا. حلو كتير، وانا حبيت بلغكم حتى ما تتفاجئوا، لانه انا رح ابعت الناطور لحتى يسحب البيشون من ساعتكم. ساعتنا نحن؟ ايه طبعا، لانه الاستاذ ايمن متراكم عليه اكثر من 4 شهور، يعني في دورتين لسه لهلا ما دفعوا. عفوا بس انا حاليا ما بقدر اقعد بلا كهرباء يا حبيبي. هذا قرار اللجنه مو قراري، واتخذناه بالاجماع. طيب عفوا، يعني ما بيتاجل هالقرار التاريخي لبكره بس؟ لا 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 لا, لا ابدا، يا الدفع فورا يا سحب البيشون. طيب لحظه انا اجيب لك المبلغ. يسلموا هالإيدين. الله يسلمك. هلأ ببعت لك الوصول مع الناطور. لا 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 معلش معلش، دخيلك لا تبعت حدا، بوس إيدك حبيبي. أنت الله معك. فاتورة الكهرباء. قلت أنا؟ لا لا، شو تردي أنت؟ شو فيها؟ شلون شو فيها؟ شو جاب الموبايل بين إيديكي؟ الو، اهلين حبيبتي، اهلا وسهلا. نعم يا ستي، نحن هلا بالاستراحه. ايه عم اكل سندويشه جبنه مشلله مع كاسه شاي. نعم الاستراحه ما بها شيء، ظريفه كثير. شو حطولنا بالباص يا ستي؟ حطولنا فيلم رجل وامرأة. اي ما حبينا حطولنا التايتانيك. اي سبيشال ريكويست. بس لسه ما خلص، هلا بدنا نكفيه. اي روحي، بدك شيء؟ بحكي معك بس نوصل على حلب. وهو كذلك. الله معك عيني، الله معك، مع السلامة. شو عصام؟ شايف رح تخليني اندم لاني نزلت من حلب. ليش حبيبتي؟ ليش؟ لك شو ليش؟ رح نقضيها بين التليفون وبين الباب.
شايفة شايفة بس ما بيطلع بإيدي شيء. لا سيدي بيطلع بإيدك، سكر لي زر هالموبايل بقى. ما بقدر يا عيني ما بقدر. بعدين هند بتقلي ليش سكرته؟ قولي يا علينا شو القصة اليوم؟ شو آخد شربة جرس الباب؟ عن إذنك. إذنك معك. مرحبا أستاذ. أنت الناطور مو هيك؟ نعم أستاذ أنا الناطور وهي الوصولات. أنا ما قلت له لي بعت الوصولات مع حدا. ما بعرف. لا 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 لازمك شيء أستاذ؟ لا حبيبي يسلموا. خلي الوصولات معك وبس يجي أيمن تبقى بتعطيه هو. منيح هيك؟ عفوا استاذ انا كان لي مع الاستاذ ايمن 350 مره جبت له 3 كيلو خبز و 3 كيلو فواكه و 3000 ومعجون جلي و... اوكي 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 تفضل هاي 350 ليره تفضل. ها الله معك. يسلم مع السلامه. شو حبيبي عصام فكرت بالموضوع ولا لسه؟ أنا موضوع؟ شو أني موضوع؟ موضوع إعلان زواجنا. لك يا حبيبتي تأكدي إنه الوضع ما رح يضل هيك لأنه أنا ما بسخف فيكي. بس ما علي شي بدك تصبري شوي. قديش هل شوي يعني؟ معلش يا سعاد خليها للظروف يعني ما بقدر أوعدك بشي هلأ. مثل ما بدك وأنا كمان ما رح أضغط عليك من اليوم ورايح بس بديك ما تنسالي هذا الموضوع لانه بتعرف قديش مهم بالنسبه الي. ايه ها شفتي هيك ما احلاكي هلا عرفت اني حلوه. طول عمري عم شوفك حلوه ومو بس حلوه احلى وحده بالعالم كله. لا مو احلى وحده في كلوديا شفار احلى مني. افشرت عينها شو هي كلوديا شفار ولك ما بتطلع نقطه ببحرك. أمنت بي الله على هالنهار ولك شو الحصل اللي إلي يخرب بيته شو مسخر تصريم منو هاد كمان؟ عدم المؤاخذة أنا أبو كامل جاركم اللي فوق. لك أهلا وسهلا والسبع تنعام حصلت لنا البركة شرفنا بمعرفتك أمور أخي. أكيد أخوك السيد أيمن هون مو لا والله وأنت اللي قلت مو هون. وأكيد حضرتك أخو اللي كان بدبي مو هيك مظبوط. أنا لك هذا أخي عينك أخي قل له إنه في فاتورة دفعنا لها الشهر الماضي ولعله ما سمعت فيه لحد يحاسبني فيها. معليش أخي معليش مو مشكلة هو جاي بكرة وهو بيدفع لك إياها. حبيبي إذا ما بيصير سألي أنا مضطر على المصاري اليوم بعدين الشغلة مو محرزة كلها 800 ورقة. لك ما اختلفنا يا حبيبي بس الشغلة بينك وبين أيمن أنا شو إلي علاقة؟ شو إلي علاقة؟ لك يا أخي إذا أخوه ما له علاقة لك عمين إلي له علاقة؟ بعدين يا أخي إذا ما معكم مصاري تدفع فواتير الكوي ليش متكوا وتخلوا غيركم يدفعكم إياها؟ لك عيب هيك ما بصير عيب يا أخي عيب. لك طول بالك يا أخي طول بالك شوي يخرب عقلك ليش انبحتت هالبحتين؟ انبحت صار لي شهر طالع نازل على هون وما هون وهلا راح وهلا اجى بعدين الله يتم عليك هلا انت واصل من دبي معقوله ما يكون معك 800 ورقه تدفعهم عن اخوك؟ لك شو هالاخوه؟ لك هلا انت شو بدك بهالشغله هي؟ حبيبي لا ترفع صوتك علي انا بدي مصاري وبهاللحظه والا قسما عظما بعمل طوشه لاول ما لاخره انت لسا ما بتعرف فيها ما بتعرف منه. لك خلاص يا حبيبي خلاص ما بدها تشهد مساله روّق دمك وهدي اعصابك تفضل. ها وهي 800 ليره تفضل هيك. ها الله يعوض عليك. عليك صحيح تذكرت ابو حمد السمان له حساب عندكم بشي 1050 ورقه ادفع لكم اياها. لا 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 حبيبي لا تدفع شيء كتر خيرك ان شاء الله لا تدفع شيء. مثل ما بتريد الله معك. ساعة اللي استعرت فيها هالبيت من هالشخص لعما ما أحمرني كانت باقي ومحولة. سعاد فوتي طب أغراضك لأنه هالبيت ما عاد ينقعد فيه أبدا. وين بدنا نروح؟ رح رجعك على الأوتيل ولا قلك سبقيني أنت على حلب وأنا ببقى بلحقك. ألو نعم. أهلين أهلين حبيبتي. لا لا صرت بحلب هلأ بحلب أنا
ايه بالكراجات. اوكي اوكي روحي بحكي معي بعد ساعه بحكي معك. ايه روحي ايه لا ولا يهمك الله معك. نعم امر. مرحبا استاذ انا بياع الحليب. يسلموا دياتك ما بدنا حليب. مو جاي بيع حليب انا استاذ انا جاي اخذ حسابي من السيد ايمن. ولخ تضرب هذيك الساعة يلي شفت فيها وشه لسيد أيمن، فهمت ولا ما فهمت؟ وتضرب الساعة اللي أخذت فيها منها مفتاح البيت كمان، كانت ساعة حمرة مني، لا شك في ذلك على الإطلاق، ولك حلوا عني بقى حلوا! ما بزل عليك بحرف العمل هالدرجة وأكتر. قال ما بده ياخد إجراء. قال لك يخرب بيته انهجموا علي مثل الجراد، واحد رايح وواحد جاي. بتصدق إني دفعت أكتر من 6000 ليرة بهالساعتين زمان؟ لا 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 يا عيب الشوم عليه. وانت شو عملي؟ لك شو بدي أعمل يعني، وصلت سعاد على كراج البولمان وسفرت على حلب ورجعت أنا نمت بالأوتيل. لا 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 على الشغلة. طيب انت ليش ما رجعت نمت ببيتك؟ شلون بدي أرجع نام بالبيت وأنا قايلة لمرتي إني بحلب؟ ايه والله مزبوط. بس تعرف عصام لازم ما تسكت له الايمن، ما تسكت له ابدا. طبعا ما راح اسكت. هلا رايح لعنده على المحل واعمل له فيلم مرتب. لك شو مفكرنا اولاد صغار قدامه؟ الو الو نعم اهلين هنوده. اهلا وسهلا حبيبتي. تمام ماشي الحال. انا وين؟ بحلب روحي. ايه وين بدي اكون يعني لك؟ ايه بالسوق طبعا. لا 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 ما رح طول اليوم المساء نازل على الشام. شو جيب لك معي؟ نعم صابون وزعتر. ايه على عيني وراسي الف غرض مثل الغرض. ايه ماشي روحي تسلمي لقلبي الله معك مع السلامة. بتعرف لك شي واحد هون ببيع زعتر حلبي وصابون غار؟ ايه في واحد جوا بالبزورية. دخيل عينك بعت لي هذا صغير بلال، بعت لي حتى يشتري لي كم كيس زعتر حلبي وكم كيلو صابون غار وشي 3/4 كياس تفريك. تكرم عينك. وين رايح هلا انت؟ لوين يعني؟ لعند السيد ايمن، في حساب عسير بيني وبينه. حلو كتير، بس ترجع بتلاقي اغراضك جاهزه. الله معك. ماشي الحال. مع السلامه. مرحبا. اهلين استاذ. وين معلمك سيد ايمن؟ لسه ما اجا. واي ساعه بشرف على الشغل؟ ما بعرف. يعني رح يجي اليوم ولا لا؟ كمان ما بعرف. شو بتعرف لك؟ بتحب له شيء بس ليجي؟ لا لا تقول له شيء، انا بس شوفه بقول له السلام عليكم. وعليكم السلام. السيد ايمن موجود والله؟ كمان انت لك مصاري عليه للسيد ايمن؟ ولك تضرب هذيك الساعه اللي شفت فيها وشه للسيد ايمن، وتضرب الساعه اللي اخذت منه فيها مفتاح البيت، ولك حلوا عني بقى، حلوا!